هم تلاميذنا الحلوين تعلموا حرف الواو اللي هو صوت أو، وشكلنا هذا النشاط على السبورة أمامهم وتعلموا أيضا حرف الإي، وهسه هم دا يشتغلون بحرف الأو والإي. شنو اسمه هذا صوت أمام الحرف؟ عفية أحسن. شنو صوت هذا الحرف حبيبي؟ لا هذا أحسنت، ممتاز. نعم فطومة، شنو صوت الحرف؟ أحسنت حبيبتي، شنو صوت الحرف؟ ممتاز. يا حرف عندك؟ أحسنت. أشوف عثية، بس شنو؟ قربهن بعد وحدة من الثانية، قربهن. شنو قاعد تشتغل الحلوة؟ شنو صوت هذا الحرف؟ رفعي راسك أشوفه، شنو صوته ماما؟ أحسنت. خلينا نشوف، خلينا نشوف شو تشتغلون وبعدين شنو اشتغلت يا حرف؟ شنو صوت هذا الحرف؟ أحسنت، ممتاز. شنو صوت الحرف ماما؟ أحسنت. وانت حبيبي شنو عندك الحرف هذا صوته؟ أحسنت. شنو صوت الحرف؟ بعدك قاعد تشتغل، شنو صوته؟ يلا لزقهم حبيبي، يلا حبيبتي شنو صوت حرفك؟ أحسنت. يلا شغل، اشتغل اشتغل حبيبتي. يلا الحلوين قاعد يشتغلون اليوم النشاط مالهم حتى نعلقه لهم بلوحة النشاطات. أحلى نشاط راح نكتب عليه اسمهم ونعلقه بلوحة النشاطات، شوفوهم.